وعن آخر أخبار الطقس من التاسعة. عودة مرة ثالثة وأخيرة إلى مصطفى ميزار. كل الشكر لها ممر، وشكرا أيضا أمير العقدة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل الحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية. وهذه مشاهدينا الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، وفيها درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23، ويكون الجو فيها حار. وفي الأسكندرية 28-22 مائل للحرارة، في مطروح 29-21 معتدل، في بورسعيد 30-22 مائل للحرارة، في الإسماعيلية 34-23 ويكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 34 والصغرى 23 ويكون الجو فيها حار، في العريش 29-21 يكون الجو فيها مائل للحرارة، في طابة 35-24 حار، في شرم الشيخ 38-27 يكون الجو فيها حار، في الغردقة 37-26 يكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 40 درجة مئوية والصغرى 26، يكون الجو فيها حرار، في أسوان 41-26 ويتميز الجو في أسوان بشدة الحرارة، في الوادي الجديد 39-26 يكون الجو فيها حار، في شلاتين 35-24 يكون الجو فيها حار، وأخيرا في حلايب 32-22 ويكون الجو فيها أيضا حار. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.